أي ديناصور؟ أنا متأكد أنا بحكي لك عن موضوع الديناصور. اليوم كان في مجموعة من الأشخاص ماشيين في شوارع دبي بدوروا على ديناصور موجود في الشارع. لنرحب بالمشاهدين، أهلا بكم من جديد. يبدو أن هناك ديناصور، سنعرف أكثر من أديل طعمة من خلال المنصات الرقمية. صباح الخير. صباح الخير. زيلا، في ديناصور ماشي بشوارع دبي تحديدا بالبرشة، تحديدا بمنصات رقمية، رح أخبركم التفاصيل. خلينا نشوف. صباح الخير وأهلا بكم في منصات رقمية، وهذه الجولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأبرز ما جاء فيها. البداية مع أجواء عيد الحب التي طغت على مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم أمس تحت هاشتاغ عيد الحب أو فالنتاينز داي. وعلى الطريقة الرئاسية، قررت السيدة الأولى في الولايات المتحدة جيل بايدن إضفاء لمسة خاصة على احتفالات عيد الحب هذا العام، وذلك في مبادرة منها لنشر الفرح والأمل وسط الإحباط الذي يعيشه العالم بسبب فيروس كورونا. فقامت بمفاجأة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتزيين حديقة البيت الأبيض بقلوب عملاقة حملت كل واحدة منها كلمة معبرة مثل وحدة ورحمة وشجاعة وعطف وغيرها من الرسائل الإيجابية التي استملت قلوب رواد مواقع التواصل، فيما حمل واحد من تلك القلوب العملاقة توقيع مع حبي جيل. ديناصور يجول شوارع دبي، ظهر ذلك في فيديو ظريف انتشر عبر منصة تويتر لأحد أولياء الأمور في إحدى مدارس منطقة البرشة، عندما قرر توصيل ابنه وهو متنكر بزي ديناصور عملاق، مشاركة منه بموضوع القصص الخيالية للصف الأول. والظريف في الموضوع أن الفيديو لاقى ترحيباً من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي التي قامت بنشره عبر حسابها الخاص على تويتر، وعلقت عليه قائلة: نحن نحب الأب الديناصور. شريط فيديو يرجع لصاحبه بعد 32 عاماً، والفضل في ذلك يعود إلى تطبيق تيك توك. بدأت القصة عندما وجد ديفيد الشريط في متجر خيري في نيو جيرسي، ليقوم بعدها بنشره على تيك توك حيث تفاعل معه الملايين. إحدى المشاهدات قررت التواصل مع جامعة ويسليان بعد أن رأت في الفيديو رجلاً يرتدي قميصاً يحمل شعارهم، حتى توصلت إلى جونو ماركوس الشاب الذي يظهر في الفيديو عندما كان عمره 23 عاماً وهو في إجازة برفقة والديه في كينيا. جونو البالغ من العمر 54 عاماً اليوم لم يصدق عينيه عندما شاهد المقطع، خاصة أن والده قد فارق الحياة. جونو قام بدوره بتسجيل مقطع فيديو جديد على تيك توك مع صور من تلك العطلة وصور حالية له ولعائلته. حتى أقنعة الوجه أصبحت تدخل فيها صرعات غريبة وكوميدية، برز ذلك في فيديو أصبح فايرل على منصة تيك توك بنحو 37 مليون مشاهدة، يعود للسيد براين هاثمان الذي ظهر متجولاً وقناعه منخفض حتى ذقنه دون أن يغطي أنفه وفمه، حتى أن موظف المتجر طلب منه إعادة قناعه إلى مكانه ليتبين لمن لم يدقق جيداً بأن القناع موجود فعلاً في مكانه الصحيح، إلا أنه مصمم على شكل النصف السفلي من وجه براين بطريقة متطابقة جداً. الفيديو حصل على العديد من ردود الفعل المتباينة على مختلف المنصات، إلا أن الطريف تعليق أحدهم الذي قال أنه بحاجة ماسة لقناع مشابه ليقوم بعملية أنلوك لهاتفه المحمول بسهولة. وبهذا نصل لختام جولتنا على المنصات الرقمية لليوم. عودة من جديد إلى غرازيلا وأسامة وفقرات هذا الصباح.